الجوابري. اولا نقول لكم الف مبروك لحصولكم لبطوله الجاليه الاثيوبيه. فريق وحيد من خارج جده تفوقتوا على 9 فروق، ايش حاب تقول بالمناسبه هذه؟ اول شيء اشكركم على الاستضافه هذه، وثاني شيء والله البطوله هذه ما جات يعني بسهوله كذا، يعني احنا تعبنا عشان نسوي الفريق هذا في مكه. يعني يقول لك اذا انت ما حتنهزم ما حتقدر تجيب بطولات، والله انهزمنا يعني بنتائج كبيره. اشكر احمد العروس هو اللي بدا في تاسيس الفريق هذا، لكن الحمد لله النتائج هذه ما جت الا بمجهود اللعيبه ومجهودات الاداره والجهاز الفني. والله يعني احنا البطوله هذه تعبنا فيها مره، البطوله كانت في الصباح، يعني شوف ننزل مكه على جده، والمباراه حتلعب الساعه 8، ما نغلق الا 10 احنا تحت الشمس. والله تعبنا عشان نوصل، وياما كلمناهم انهم ياجلوا المباراه نلعب العصر، والله ما قدرنا، لكن الحمد لله وصلنا بمجهود اللعيبه المباراه النهائيه، وما اخذنا الاداره وقلنا لهم ان شاء الله احنا ننزل جده وحنجيب البطوله، والحمد لله. ايش ابرز التوجيهات اللي كانت من المدير الفني للفريق؟ ومن بدايه الشوط الاول ضاغطين. والله شوف النتيجه 5-0. شوف انا ما اكذب عليك، في كرة القدم جميع الحواري يعني صعب، يعني على قولك في زرع ما نلعب كثير، اغلب المباريات نلعبها نجيلة وتراث. وهو قال انه نتحفظ باللياقة، نوزع لياقتنا، الشوط الاول نجري الخصم شوية نطلع مجهودهم، والشوط الثاني نبدا نهاجم. لكن الحمد لله الفوز جاء بالتكتيك اللي قاله المدرب، نتحفظ باللعب الى نهاية المباراة، الحمد لله تحفظنا مستوى النتيجة، الحمد لله على الفوز. طيب الجمهور اللي جاء ساندكم اليوم ايش حتقول له؟ الجالية اللي نظمت البطولة هذه الفريدة من نوعها. والله يعني اول شيء اشكر اللجنة المنظمة على البطولة هذه، واشكر الجمهور اللي حضر من مكة ويازرنا عشان ايش نجيب البطوله هذه، والحمد لله ما اخذناهم، وهذه البطوله نهديها للجماهير هذه. والله يعطيكم الف عافيه، الله يبارك فيك ان شاء الله، باذن الله ان شاء الله يعطيكم العافيه. شكرا لك.